يحكى أن رجلا بخيلا كان يدفن المال في الغابة، وذات يوم أراد أن يخرج أمواله ولكنه لم يعد يتذكر المكان الذي قام بوضعه فيه، فذهب عند إمام المسجد وطلب منه أن يقوم بمساعدته للعثور على المال، فأخبره الإمام أنه ليس متخصصا في ذلك، فأقدم البخيل من الخروج من عند الإمام. فجأة ناداه الإمام وقال: إن أردت أن تجد أموالك فعليك بالصلاة حتى الصباح وسوف تتذكر أين وضعت المال. فانصرف البخيل إلى بيته وبدأ بالصلاة، وبعد دقائق قليلة من الصلاة تذكر المكان الذي وضع فيه أمواله، وقام من الصلاة وذهب يجري للغابة وأحضر أمواله. وفي الغد ذهب عند الإمام وقال له: كيف عرفت أني سوف أجد أموالي؟ فقال له الإمام: عرفت أن الشيطان لن يدعك تصلي وسوف يشغلك بتذكر المال عن صلاتك. كانت هذه هي قصتنا لليوم، إن أعجبتكم لا تنسوا مشاركتها مع أصدقائكم. سلام.